حبايبنا اليوم بروح اوديكم اكبر اوتلت في اوروبا كامله، اكبر اوتلت في اوروبا كلها. هذا المكان يا جماعه الخير بين هولندا والمانيا كذا في الحدود. اوتلت عجيب، فيه مواد كهربائيه، مواد التكنولوجيا وسوالف دي، المواد الملابس، مواد يعني مو بس اوتلت واحد، اوتلتات. الاوتلت وشو تعرفون ايش يعني اوتلت؟ اللي ما يعرف الاوتلت يكتب لي انا وش الاوتلت عشان اعلمكم. الله، هذا هو الاوتلت يا جماعه الخير، هنا الاوتلت حق الملابس. طبعا والله ما اكلنا ولا لقمه، احلى كلابهم، طبعا كلابهم لازم معهم في كل مكان. اليوم يوم الاحد، فاغلب الناس اللي ما يقدر يروح يتمشى في المدينه، تعرفون المدينه قلت لكم يوم الاحد تكون ميته، فانا قلت لازم معهم في كل مكان. اليوم يوم الاحد، فاغلب الناس اللي ما يقدر يروح يتمشى في المدينه، تعرفون المدينه قلت لكم يوم الاحد تكون ميته، فانا قلت بدل ما اضيع يومي يصير يوم ميت اروح الحياه. وين الحياه توجد؟ الحياه في الاوتلت. يجون يروحون المطاعم ويتسوقون ويستانسون ويفلونها طول اليوم في هذا الاوتلت، فتكون الحياه هنا موجوده. الشعب كله يروح على الاوتلت لانه خارج المدينه، واغلبهم هنا المان، اغلبهم المان، وكلابهم كلابهم معهم في كل مكان ما شاء الله عليهم. المهم اني يا جماعه الخير جيعان، ابغى اكل لي شيء. وام ميره تقول يا ويلك جايبني بنفسك، انت جايبني هنا بنفسك؟ قلت والله عاد يا ام ميره حنانيك على بطاقه ابو زهره، حنانيك يا ام الاميره. طبعا الاوتلت يا حبايبنا اللي هو الملابس او البضائع المخفضه، اللي اسعارها مخفضه. شلون مخفضه او ليش صارت مخفضه؟ لانه كل سنه هنا يصنعون ملابس جديده، يطلعون براندات جديده، يطلعون موديلات جديده. في موديل العام ايش يسوون فيه؟ موديل العام يدفونه على الاوتلت، على التجمعات هذه اللي تصير الاسعار فيها رخيصه. يقول لك ايش، خلاص ما يبقى في المولات اللي في نفس المدينه والبراندات العالميه الا ايش؟ الشيء الحديث حق السنه. يقول لك خلاص خلي الاشياء القديمه بعيد، يروح يشتري من بعيد. فباخذ بكم الحين لفه على البراندات هذه الموجوده. عاد في براندات عالميه كثير، كل انواع البراندات تلاقيها هنا. شوف كل البراندات، براندات العالم كله. زبده اني انا والله احتاج لي جزمه، تكرمون اشتري لي جزمه. ومميره تحتاج كل شيء ما شاء الله عليها، كل شيء. ومميره تبغى كل شيء، تقول البنات يحتاجون ملابس. الله يخارجنا، انا ما ادري ايش ذا الغلطه اللي جابتني ذا الليل. بس عاد خلونا يا اخي، تلاحظون الشعب يدخن؟ والله كثير ناس قاعدين يدخنون، انا ما احب الدخان ولا احب ريحته. شوف البراندات الموجوده، فيزاتشي، شغله طيب، الإضاءات كيف؟ دولتشي غابانا، الله، تجمع كل البراندات العالمية اللي أنت تحبها تلقاها. بعدين هذا عجيب كبير، بس عاد ما أدري كيف أسعارهم. أيام يا جماعة الخير تكون الأسعار مخفضة تخفيض عجيب، وأيام يكون التخفيض لك عليه، فلازم تختار الوقت المعين الكويس. دخلت أول براند، ها؟ بولو. صراحة الأسعار ما أشوف أنها فيها تخفيضات. نقول لكم ترى هي أوقات التخفيضات، أوقات يكون التخفيضات مش طبيعية، أوقات يكون في تخفيضات، بس أنها يعني زي الحين هذا المحل خلته أسعار تيشيرتات وأشياء ب 150 يورو، يعني 500 و600 و700 ريال، which is very expensive. مو وقت، be careful. طبعا صراحة أنا ما قد توفقت في أوتلت في ألمانيا يكون أسعاره فعلا رخيص. يعني رحت المرة الأولى الأوتلت اللي على طريق شتوتغارت اللي جنوب، كانت الأسعار فيه كمان مرتفعة. المرة ذي شكل بواريها، مواريها ما هي بذاك الزود. فبروح الحين كليفن كلاين، أنا أحب الملابس الداخلية اللي في كليفن كلاين، روعة وتتحمل ومريحة. بروح اشوفها الحين ان شاء الله اسعارهم كويسه، بشتري منهم. بسم الله علي بالرحمن الرحيم. وصلت لكليفن كلاين، شوف الملابس الداخليه حقتهم مش طبيعيه قسما بالله. اسعارها هذه في السعوديه هذه 300 ريال في السعوديه تشتريها، هنا قيمتها يمكن ب 150 فرق. بس تلبس البوكسر مريح جدا، انا انصح فيها ذا الماركه. ملابس داخلية خذها ولا تتردد وادعي لي. طبعا ما شاء الله المحل
الزحمة ليش؟ لأن الأسعار عندهم فعلا مخفضة، تلقى الناس واجد هنا قاعدين يقضون. الشراريب عندهم كمان جميلة، يعني حلوة ولا تطلع ريحة، يعني تلبسها يوم كامل تكدها ولا يطلع فيها ريحة ولا يطلع فيها شيء. شوفوا ما أجمل شراريبهم، كيف نظافتها بياضها جميلة. هذه قيمتها 13 بحوالي 100 ريال كذا. طبعا عيب هذه الأماكن إنك تجي تقول الله رخيص، هم تشتري بدال ما تشتري بلف أشياءك اللي أنت تحتاجها فعليا، تلاحظ إنك شاري 5000 ولا 10000 أشياء تحتاجها وأشياء ما تحتاجها وأشياء ما تحتاجها، بس إنك تقضي حق فترة. أنا والله في العادة إني أشتري أيام ملابس كثير حقت سنة قدام، ما عاد أحتاج أشتري، تبقى عندي ملابس حقت سنة كاملة، أجي كذا بعد 6 شهور ألاقي تيشيرت جديد أنا ما قد لبست، أروح ألبسه من جديد. واو، وحشتني هذه الأجواء والله، الأطفال هنا يلعبون في هذه حقت الأحصنة على قولة أمير، الله يسعدها ويصلحكم، يصلحهم يا والله. لبادي شام ما شاء الله، هنا كل أنواع البراندات ما شاء الله، الأطفال يلعبون وفالينا، البرعان يتلعبون والحريم يقضون، والله يعين الرجال، فواتيرهم هنا مدبلة ما شاء الله تبارك الله. شوف 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 شوف، السلام، الأجواء جميلة. أوه هذا مطعم، يقولون المطعم هذا فيه جميع أنواع الأكلات، مطعم هولندي هذا يا إخوان، عرفتم نظام البوفيه، تيجي وتغرف تغرف وتأكل ما شاء الله. أوه البيتزا جوها لذيذ، شوف 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 شوف، هذا باسم خوينا ما شاء الله. إيه هذا زين، هذا زين، خلك على هذا زين. شوفوا اللي يحبون الأكلات هذه أبد، هنا ما لذة وطاب، تأكل وتمشي، بس أنا والله بأكل سمك في هالأماكن، أحب أكل السمك يعني يكون إيش مضمون. ما هي هاي مع بطاطا وسلطة، ومع بطاطس وسلطة، يلا هات بطاطس سلطة، يلا بسم الله. والدجاج ما شاء الله، البنت اللي ماسكة الشغل أوكرانية، ما شاء الله تبارك الله. أوه يا البيتزا، الله مشتهين البيتزا. باسم تحب البيتزا؟ باسم أبداً. بالعافية. أوه يقول لي باسم يا أبو زاهرة في حياتك راح أأكلك اليوم وأشربك كافي في حياتك. يلا يا باسم خلنا نذوق. يا الزحمة يا باسم، هنا الشعوب تزدحم، والله المحل ذا ما هو غريب عني، شكلي يقولوا لي الطابور. شوف هذه كلها حلويات الحب، حلويات العشق، حلويات الحب هنا في كل مكان. ايش هالطابور يا باسم؟ والله الطابور عشان قهوة بالبوزة صورة. هاي احلى قهوة في العالم؟ احلى قهوة في العالم؟ غريبة، خلاص انا بجربها بجربها، اذا طلعت حلوة جبناها على السعودية، اخذنا فرانشايز. يلا بسم الله. في عندهم نوع بالكراميل ونوع بالشوكولاتة ما شاء الله. شوف الطابور يا جماعة الخير، هذا باسم بيرجع صف الطابور، انا بس اختار الاشياء اللي حلوة. هذول الجزم عندهم حلوة، نيو بالاس، انا احبها في العادة. خلونا نشوف وين جزمهم وكيف اسعارهم. شوفوا هذه الجزمة ما أجملها، من نيو بالاس، لونها أبيض، قيمتها 63 يعني بحوالي 250 ريال كذا، بس روعة، I love it. أخذت هذه البيضة صراحة جميلة، سعرها 63 يورو، وأخذت بعد هذه جميلة نفس حقتي الأولى، بس اللون كحلي يعني شوية أو أزرق، هذه حقتي أو رصاصة، هذه كحلية، جوها حلو، تخدم وتكد وتروح وتجي وتغسلها وتلبسها ب 150 يورو هذه. الله عليك يا باسم، الله ما شاء الله. هذا كافي ولا ايس كريم؟ ها؟ اوه ماي جاد، الحين هذا ما ادري يشربونه ولا ياكلونه. انا من الناس اللي اعشق الشورت واحب اللون هذا، تشوفون اللون هذا الدارك بلو، انا مدمن دارك بلو، كل ما اروح اشتري من هذا اللون دائما تلقى اغلب شورتاتي دارك بلو زي هذا، وكل ما اشوف اشتريه
ولا اقول بغير، ولو غيرته قبل شوي باخذ واحد قلت له اميره والله لو تاخذه انك غير تطفش وما يصلح لك ولا يركب عليك وترميه زي غيرك. فعلا انا ما البسها اذا مو دارك بلو، سبحان الله ما احب حتى الوان الجنسي اذا مو نفس اللون هذا ولا ما يمشي. حتى التيشيرتات اغلبها كذا. الله جابت لي واحد احلى بعد اسمه ماتش بيتر، انا ما عليه كتابات زياده. الله بيوتيفول، خلاص دن ذس ون. اليوم خدمتني هذه واتس يور نيم لوخا، وير ار يو فروم؟ البانيا. اوه اي لوف البانيا سو ماتش، اي لوف البانيا، ثانك يو سو ماتش فور يور سبورت اند يور هيلب. والله خدمتني عطتني كل الملابس اللي انا احتاجها. ثانك يو سو ماتش. او كان اي سي ثانك يو ان يور لانجويج؟ ثانك يو ثانك يو وا ثانك يو وان.